واش داكشي يا معلم؟ ها؟ واش داكشي؟ كودا كودا ها؟ الأمن المغربي يفكك عصابة متخصصة في ذبح وبيع لحوم الكلاب والحمير. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. السلام عليكم مشاهدي الكرام، هذا الفيديو سيكون مغايرا تماما على جميع الفيديوهات السابقة التي تتكلم حول القصص الدينية، لأن هذا الفيديو يهمني ويهمكم ويهم أسركم وجميع من تخشون على صحتهم. فبعدما أرأيت هذا المنكر ما صار علي إلا البلاغ المبين. ففي الآونة الأخيرة تمكنت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية أمس السبت 24 نوفمبر الجاري من الإطاحة بشبكة متخصصة في الذبيحة السرية بحي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في الذبيحة السرية والكلاب والأبقار النافقة أي الأبقار الميتة أول أمس الخميس 23 نوفمبر الجاري بدوار سيدي عبد النبي بمنطقة الشلالات ضواحي المحمدية. وأوضحت المصادر أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بمساعدة قسم الاستعلامات العامة قد تمكنت من توقيف 5 أشخاص آخرين يمتهنون الجزارة بحي البرنوصي وجزارا بدرب الكبير، كانوا ينشطون في بيع لحوم الكلاب والحمير لأصحاب المأكولات الخفيفة بالدار البيضاء. وأفادت المصادر نفسها أنه تم ضبط كمية كبيرة من جثث الكلاب وسيارات من نوع مرسيدس يستعملونها في عمليات النقل، إلى جانب العديد من أدوات الجزارة من ضمنها آلات لفرم اللحوم والثانية لصنع النقانق. وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد اعتراف أحد أفراد العصابة الإجرامية الموقوفين بالتهم الموجهة إليهم في هذا الشأن، لا زالت الأبحاث والتحقيقات الأمنية المعمقة سارية المفعول للوصول إلى باقي أفراد العصابات الإجرامية. واستنكرت ساكنة الدار البيضاء إقدام عصابة إجرامية مختصة في ذبح الكلاب وتوزيع لحومها على شكل لحم مفروم وعلى شكل نقانق في مختلف مناطق العاصمة الاقتصادية أمام غياب أي نوع من المراقبة على هذا القطاع على المستوى الأمني والصحي والبيئي، ما يساهم بشكل كبير في تكاثر مثل هذه العصابات الإجرامية في ظل انتشار عربات المأكولات الخفيفة وسهولة الحصول على ترخيص من طرف المجالس المنتخبة دون التحري عن مصدر تلك اللحوم التي يتم طهيها وإطعامها للمواطن المغربي الذي فيه أنت وأنا وإخوتنا جميعا. فبعد كل ما رأيتم أيها الإخوة والأخوات، أتمنى منكم أن تنتبهوا إلى ما تأكلونه في بطونكم، وأتمنى منكم نشر هذا الفيديو إلى أكبر قدر ممكن من عائلاتكم وأصدقائكم لتوعيتهم بخطورة هذا الأمر. وفي الأخير أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.